أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بأبرز العناوين. من عدن الغد، مواطن يدعي ملكية نصف أراضي العاصمة المؤقتة. قناة أمريكية تقول إن سكان صنعاء فقدوا أحلامهم منذ 5 سنوات. في أخبارنا المنوعة، 8 حجاج يسافرون 60 يوما للوصول إلى مكة. أهلا بكم. عندما تتساهل الدولة وتصبح أملاكها متاحة لمن امتلك القوة، فسوف تظهر القصص المؤلمة وأيضا القصص المثيرة للضحك، حيث نشرت صحيفة في عدن إعلانا بصفحة كاملة لرجل من لحج قال أنه يمتلك نصف عدن. ومن محاسن الصدف أن قصر الرئاسة من بين أملاكه، وعنوان موقع عدن الغد سلطان لحج يطالب بتسليمه قصر معاشيق وأجزاء واسعة من عدن ولحج. قال الموقع إن من أسماه السلطان اللحجي محسن بن فضل العبدلي طالب الحكومة اليمنية بتسليمه أراضي قصر معاشيق ومناطق أخرى من لحج وعدن، وليته اكتفى بذلك، بل أنه قام بنشر إعلان تحذيري في صحيفة عدن الغد مطالبا بإعادة الجزء الأكبر من مدينتي عدن ولحج إلى أملاكه الخاصة. أوضح أنه يتابع منذ سنوات لأجل عودة هذه الأراضي إلى أملاكه، واعتبرت عدن الغد هذه الدعوة الأجرأ من نوعها ضمن سلسلة دعاوى تملك في عدن. أدت الإجراءات الأمنية التي فرضها التحالف العربي في ميناء عدن وفقا لموقع المصدر أونلاين إلى تحول عشرات التجار اليمنيين إلى ميناء صلالة العماني الذي سجل نموا في إيرادات البضائع العامة والحاويات خلال العام الفائت والربع الأول من العام الجاري 2019، ويستفيد من تجارة اليمن على حساب الموانئ اليمنية، وعنون الموقع: إجراءات التحالف تخدم ميناء صلالة العماني على حساب ميناء عدن. وكان ميناء عدن استفاد من انحسار نشاط ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر على خلفية المعارك في الساحل الغربي، وأصبح الميناء الرئيسي لليمن، ويشهد الميناء نموا ملحوظا للنشاط الملاحي والتجاري، لكنه يخسر فرصا مهمة للنمو بسبب الإجراءات الأمنية للتحالف. أعلنت الحكومة اليمنية منتصف يوليو الجاري عن ارتفاع حركة الحاويات المتداولة، حيث شهدت تزايدا ملحوظا من عام إلى آخر في الأعوام الثلاثة الماضية، وقالت أنها قاربت العام الماضي 399 ألف حاوية مكافئة، وهذا يعتبر أكبر مستوى في الميناء حتى في مرحلة ما قبل الحرب، كما حقق الربع الأول من العام الجاري مستوى كبير حيث تعدت الحاويات 110 ألاف. لكن مسؤولا في مؤسسة موانئ خليج عدن أكد للمصدر أونلاين أن ارتفاع التجارة عبر ميناء عدن لا يرجع لجهود حكومية، بل جاء نتيجة حصر نشاط ميناء الحديدة بالبضائع الإغاثية والمشتقات النفطية، وبالتالي تحويل خط سير السفن إلى ميناء عدن ليستقبل البضائع الواردة. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن إجراءات التحالف العربي تعيق تحقيق النمو المنشود في ميناء عدن وتهدر على الميناء فرصا مهمة لاستعادة النشاط بوتيرة عالية. الحكم للمهرجين، تحت هذا العنوان كتب حسام كنفاني مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد. مع انتخاب بوريس جونسون زعيما لحزب المحافظين وتوليه رسميا رئاسة الحكومة البريطانية، تكون دائرة حكم المهرجين الشعبويين قد بدأت تتسع عالميا مع ترشحها لمزيد من التمدد في ظل ظهور التأثير الكبير للخطاب الشعبوي اليميني على الناخبين الغربيين مع تصاعد الموجة العنصرية ضد المهاجرين. يمكن القول أن بوريس جونسون هو نسخة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل لعل الأخير ملهمه، على الرغم من أن هناك فارقاً كبيراً بين الرجلين، وهو أن جونسون ليس غبياً كما يود أن يروج صورة عن نفسه، بل هو يحاول تقليد ترامب بعدما وجد نجاحة شعبية في الأسلوب الذي يعتمده الأخير. أصبح ترامب مدرسة حقيقية لكل سياسي غربي
يريد الوصول إلى أعلى المراكز في بلاده، وخصوصاً مع إظهار الاستطلاعات أن ترامب، وعلى الرغم من كل العنصرية التي أظهرها والكوارث السياسية التي ارتكبها واتهامه الصريح بالتعاون مع الروس في التدخل في الانتخابات الرئاسية ضد منافسته هيلاري كلينتون، لا يزال قادراً على نيل الولاية الثانية وبفارق مريح عن أي منافس له من الحزب الديمقراطي. مثل هذه الاستطلاعات تحفز أي مرشح في أي دولة غربية على السير على خطى الرئيس الأمريكي، سيما أن المد اليميني في عدد من الدول الغربية ولا سيما دول ما كان يسمى أوروبا الغربية لا يختلف كثيراً عما هو عليه في الولايات المتحدة، بل بدأ يتماهى معه على مستويات عدة، منها موضوع التسلح واللجوء إلى العنف والتخريب كما ظهر أخيراً في ألمانيا وإيطاليا. وعلى الرغم من أن الخطاب الشعبوي ليس حكراً على اليمين بل استخدم في حالات يسارية عدة، لكنه اليوم أصبح السلاح الأمضى في يد المد اليميني الجديد للوصول إلى السلطة، بعدما أثبت ترامب وغيره ممن ساروا على هديه أن الأرقام والأفكار لا تعني شيئاً في صناديق الاقتراع، وأن مخاطبة العواطف وإسماع القاعدة الشعبية ما تريد سماعه، يؤتي أكله في النهاية ويؤسس لقاعدة الحكم للمهرجين التي افتتحها ترامب ولا يبدو أنها ستغلق قريباً. كشف تقرير حقوقي أصدره مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء عن الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي ضد المختطفين في سجونها منذ يناير 2018 حتى يوليو 2019، وعنوان موقع الصحوة نت: زنازين الموت. تقرير يرصد أكثر من 3600 انتهاك حوثي بحق المختطفين في صنعاء. كشف التقرير الذي أشهر بمدينة مارب عن وجود 124 سجنا ومعتقلا في أمانة العاصمة، منها بيوت معارضين تستخدمها الميليشيات كانت استولت عليها منذ الانقلاب في 21 من سبتمبر 2014. وتنوعت الانتهاكات التي رصدها التقرير زنازين الموت بين اختطافات وإخفاء قسري وحالات تعذيب ووفاة تحت التعذيب. ورصد التقرير وفاة 24 مختطف تحت التعذيب و918 حالة تعذيب. تابع موقع يمن مونيتور تقريرا خاصا عن اليمن بثته قناة أمريكية، حيث قالت شبكة فوكس نيوز أن الخسائر النفسية للنزاع في اليمن تعصف بعائلات بأكملها مع دخول الحرب الدائرة في البلاد عامها الخامس. وذكرت الشبكة في تقرير لها أنه وبعد أكثر من أربع سنوات من القتال تبددت العديد من أحلام وسبل عيش المحاصرين في صنعاء الذين يأملون في أن تنتهي إراقة الدماء في أي وقت قريب. يقول ناصر البالغ من العمر 58 عام والمقيم في صنعاء والذي كان يعمل منسقا في شركة طبية بالخارج اضطر إلى التوقف عن العمل في اليمن: كلنا مكتئبون، الجميع فقدوا وظائفهم، كانت الحياة تسير على ما يرام حتى جاءت الحرب والآن كل شيء معلق، أسوأ شيء هو أن الناس فقدوا أملهم. أضاف: يعتقد العديد من الأباء أنهم مسؤولون عن هذا الوضع السيء ولا يستطيعون رعاية عائلاتهم. وقال تقرير الشبكة الأمريكية أن واحدة من أبرز الأسباب التي تدمر نفسيات ومستقبل اليمنيين وجود الحوثيين في المكاتب الحكومية، فهم يتخذون قرارات وليس لديهم الخبرة أو المعرفة اللازمة لاتخاذها بكفاءة. سوء إدارة الحوثيين وضعف الحكم يزيد الوضع الإنساني المشين بالفعل سوءا، وفي الغالب لا ينتفض اليمنيون الذين يعيشون تحت حكم الحوثيين ضده لأنهم غير متأكدين من البديل. يحاول عدد من العاملين في مجال الفن بعدن مواجهة الجمود الثقافي في المدينة وتقديم وجه آخر للعاصمة المؤقتة، وعنون موقع المشاهد نت: على حركوك مسرحية جديدة لفرقة خليج عدن
تعرض خلال العيد، حيث تعرض فرقة خليج عدن المسرحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك المسرحية الجديدة على حركروك، وهي كلمة شعبية عدنية تعبر عن عدم الاستقرار للمخرج الشاب عمرو جمال، وذلك على قناة قاعة ألف ليلة وليلة بمديرية الشيخ عثمان في محافظة عدن. قال المخرج عمرو: فكرة المسرحية ستكون غريبة وفيها تكنيك عصري مغلف بطابع شعبي عدني، انطلاقا من سعينا للحفاظ على تراثنا وثقافتنا المحلية في مدينة عدن. كشف مخرج المسرحية أن العمل سيحتوي على مفاجآت ستعجب الجمهور، وهو عبارة عن فانتازيا متنوعة، ولأول مرة تتضمن مسرحا غنائيا يشمل 11 أغنية استعراضية تحكي أحداث المسرحية وليست مجرد أغاني عابرة. ورفض جمال المقارنة بين العمل السينمائي الأخير الذي قام بإخراجه العام الماضي والمتمثل بفيلم 10 أيام قبل الزفة وبين المسرحية الجديدة، مؤكدا أن تلك مقارنة مجحفة لأن المسرح يحتاج إلى إنتاج ضخم وشاق، ولأنه مرتبط بثقافة وهوية الشعوب على عكس احتياجات السينما وإنتاج الأفلام. سياسات أوروبا في الشرق الأوسط، تحت هذا العنوان كتب ستيفن بوخن مقاله الذي تنشره صحيفة الغد. ليس سراً أن التاريخ الاستعماري الأوروبي يواصل إفراز التداعيات حتى يومنا هذا، فشرق اليوم منقسم إذا لم يكن ممزقاً بسبب النزاعات المريرة الداخلية المهلكة. وليس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو الوحيد في المنطقة، ولكنه ربما يكون الأكثر مرارة وديمومة. ربما يعتقد المرء بأن الأساليب المطبقة في أيام الاستعمار الأوروبي والأنماط الناتجة عنها كانت شيئاً من الماضي، لكن هذا التقدير سيكون خاطئاً. إن هذه الأساليب والأنماط تشهد الآن عودة وتصحو في شكل تشنجات جديدة غريبة، بل إننا لا نجرؤ حتى على الأمل في أن تكون هذه التشنجات هي الأخيرة. ولعل الفارق الوحيد هو أن إيطاليا أصبحت الآن دولة شبه مفلسة تشتريها الصين تدريجياً، في حين لم يتبقى الكثير من دور فرنسا كقائد عالمي. وللحصول على فكرة عن الوضع الحالي في أوروبا، يتعين على المرء فقط أن ينظر في هذه التطورات المتزامنة الجديدة. ربما تكون كلمة غرائبي أفضل كلمة لوصف انقضاض بريطانيا على الناقلة الإيرانية في جبل طارق، سوى أن الأصداء التاريخية واضحة جداً. ما معنى هذا الارتداد إلى الأنماط التي اعتقد المرء ذات مرة أنها أصبحت تنتمي إلى الماضي البعيد؟ من المحتمل أن يشعر محلل نفسي بالقلق عند النظر إلى أوروبا الحالية، إنها تتفكك من الداخل، ويريد البعض مغادرة الاتحاد الأوروبي، ويدافع آخرون عن صعود نزاعات استبدادية جديدة. لا أحد يريد أن يستقبل اللاجئين، وفي خضم الأزمة عادت القوى الإمبريالية الساقطة إلى ممارسة ألعابها الاستعمارية القديمة، ويبدو هذا كله أشبه بثورة أخيرة بشعة متنافرة قبل السقوط النهائي في العبث واللا معنى. نشرت ساندي تيليغراف تقريراً عن طريق هجرة جديد يسلكه الأفارقة من أجل الوصول إلى الولايات المتحدة بعد التضييق عليهم في أوروبا. تقول الصحيفة أن المهاجرين الأفارقة أصبحوا يسلكون في طريقهم إلى الولايات المتحدة أدغالاً موحشة يتعرضون فيها إلى لدغات الأفاعي القاتلة، ويغرق بعضهم في مياه الأنهار الهادرة. ففي الطريق بين كولومبيا وبنما لا وقت لانتظار العاجز أو المريض أو الذي لا قوة لديه لمواصلة السير. كل ما عليك أن تفعله هو أن تساعد نفسك بالاندفاع إلى الأمام. هذا هو طريق الهجرة من جنوب أمريكا إلى شمالها ووصولا إلى الولايات المتحدة. ولكن هذا العام شهد موجة هجرة من قارة أخرى. تفيد الصحيفة أن دولا مثل البرازيل والإكوادور تمنح المواطنين من الدول الأفريقية تأشيرات لدخولها بسهولة أكثر من غيرها، ولهذا فإن 10,000 من الأفارقة سلكوا هذا الطريق في الأعوام الأخيرة. قالت الصحيفة أنه لمواجهة ذلك أعلن الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ، ونشر الجيش على الحدود، وقلص عدد طلبات اللجوء، ومنح صلاحيات أوسع لسلطة الهجرة تسمح لهم بترحيل المهاجرين دون الحاجة إلى قضاء.
أو إلى القضاء. تقول منظمة لوبار يزيان الفرنسية أن منظمة الصحة العالمية حذرت من السجائر الإلكترونية، وقالت بأنها مؤذية بلا شك، بل ونصحت أولئك الذين يريدون التوقف عن التدخين بعدم استخدامها، ذلك أن عملية استنشاق الأبخرة الناتجة عن تسخين لسائل داخل السجارة الإلكترونية في درجة حرارة عالية، غالبا ما تحتوي هذه السوائل على النيكوتين. تضيف المنظمة أن ازدياد شعبيتها منذ ظهورها في السوق وخاصة بين الشباب تقلق المشرعين والسلطات الصحية في جميع أنحاء العالم، فهم يخشون أن يؤدي إدمانها إلى التدخين، على الرغم من أن هذه الأجهزة تعرض المستخدم لعدد أقل من المواد السامة من السجائر القابلة للاحتراق، فإنها تشكل أيضا مخاطر صحية. هناك استراتيجيات 6 اقترحتها المنظمة للحد من تعاطي التبغ، هي الإشراف على الاستهلاك على هذه المنتجات وسياسات الوقاية وحماية الناس من الدخان والإقلاع عن التدخين والتحذير من أخطار التبغ ومنع الإعلانات عنها، وأخيرا زيادة الضرائب. شبح حرب الناقلات في الخليج، تحت هذا العنوان كتب وائل عصام مقاله المنشور في القدس العربي. منذ الثمانينيات وخلال الحرب العراقية الإيرانية تحاول طهران لعب ورقتها الجيوسياسية المهمة في خاصرة المنطقة مضيق هرمز، فبحكم امتلاكها السواحل الأكثر امتدادا على الخليج العربي من شط العرب في البصرة حتى هرمز، تمكنت إيران من ممارسة التأثير على طريق الملاحة البحري وخطوط ناقلات النفط خلال الأزمات. ولا تعد عملية اختطاف الناقلة البريطانية حادثا فريدا، خاصة إذا نظرنا لتاريخ الصدامات بين الإيرانيين والأمريكيين خلال حرب الخليج العراقية الإيرانية في الثمانينيات، بعدما تعرض ميناؤها النفطي في خرج للتدمير بفعل القصف العراقي لتشن إيران حملة على السفن العراقية الحاملة للنفط في الخليج وسفن الدول الداعمة للعراق في الحرب، وخصوصا الخليجية منها. وبالفعل تمت مهاجمة سفن كويتية وسعودية عام 1984، إذ قصفت إيران الناقلتين الكويتيتين أم القصبة وبحرة، ثم قصفت الناقلة السعودية مفخرة ينبع في ميناء رأس تنورها السعودي، لتطلب دول الخليج الحماية الأمريكية لناقلاتها ليصل الصول البحري الأمريكي للخليج وترفع بعض الناقلات الخليجية العلم الأمريكي. ولكن هذه الحرب استمرت وإن على مراحل متقطعة حتى وصلت ذروتها عام 1987، عندما دمر لغم إيراني الناقلة الحربية الأمريكية العملاقة SS بريدجستون في يوليو تموز عام 1987 وأغرقها، لتخوض بعدها البحرية الأمريكية أكبر معركة منذ الحرب العالمية الثانية. كشفت شركة سوني اليابانية كما أوردت صحيفة الشرق الأوسط عن جهاز تكييف يمكن للإنسان حمله والتحرك به دون أن يكون ملحوظا نظرا لصغر حجمه، ويمكن وضعه تحت الملابس حيث أنه في حجم البطاقة البنكية. ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الجهاز الذي أطلقت عليه سوني اسم ريون بوكيت لا تقتصر إمكانياته على تبريد الهواء بمقدار 13 درجة مئوية، بل وكذلك تسخينه مثل المدفأة بنحو 8 درجات مئوية. قالت الصحيفة البريطانية إن الجهاز يبدو أنه لن يطرح إلا في اليابان في الوقت الحالي، حيث يمكن تشغيله مع نظامي iOS والأندرويد، ويحتاج إلى ساعتين لشحنه بالكهرباء ليعمل 24 ساعة. وسيطرح إصداران من الجهاز، وسيكون أحدهما أرخص سعرا وسيتم التحكم فيه يدويا، أما النسخة الأغلى فسيتم التحكم فيها عبر أجهزة الهواتف المحمولة. ونوهت سوني لأن الجهاز سيتم ضبطه أوتوماتيكيا في المستقبل. وصل 8 حجاج مسلمين من لندن إلى القاهرة بدراجاتهم في إطار رحلة إلى مكة والمدينة تستغرق 60 يوما لجمع 500,000 جنيه استرليني، أي 619 ألف دولار، لتمويل مشاريع لخدمة الفقراء في 5 دول إسلامية. وعنونت صحيفة القدس العربي 8 حجاج من لندن يصلون إلى القاهرة بدراجاتهم في طريقهم نحو مكة.
قالت الصحيفة تأخذ الرحلة الدراجين الهواة عبر 17 دولة في 3 قارات، حيث يقطعون مسافة 4000 ميل من لندن إلى المدينة المنورة، ثم يتوجهون إلى مكة لأداء مناسك الحج فيما يشبه المحاكاة لقوافل الحج القديمة التي كانت تعبر الصحاري على ظهور الإبل. الدراجون 8 مقيمون في بريطانيا، 7 ترجع أصولهم إلى باكستان و1 إلى سريلانكا. وقال قائد الفريق طاهر حسن أختر 45 عام وهو الوحيد في المجموعة الذي قام برحلة مماثلة في 2017، واجهنا تحديات عديدة على مستويات مختلفة في سويسرا، كنا نصعد جبال الألب على ارتفاع نحو 3000 متر فوق مستوى البحر، لكن الحمد لله إن مع العسر يسرا. أضاف وهو على الطريق صوب الغردقة التي سيبحرون منها إلى ميناء ضبة السعودي، الحمد لله كل شيء ممكن عندما يدعوك الله لزيارة بيته. حروب المضائق، تحت هذا العنوان كتب سمير عطلة مقاله في صحيفة الشرق الأوسط مضيفا: تتسع البحار حتى تصبح في حجم المحيط، لكنها فجأة تضيق وتضيق إلى أن يصبح اسمها المضائق، أو كما يسميها الساخرون المخانق. منتصف القرن الماضي كان النفط قد أصبح في أهمية المياه العذبة للعالم الصناعي الجديد، وبدأت الناس تسمع بمضيق جديد تمر فيه ناقلات النفط من الخليج العربي إلى مصاف الأمم ومصانعها وسياراتها، وصار المضيق عنوان خوف، كما كانت قناة السويس من قبل إن أي مواجهة عسكرية تحوله إلى مخنق حقيقي للمصدرين والمستوردين على السواء، مع أنه ليس في ديار هؤلاء أو أولئك. تضع الجغرافيا العرب وإيران قبالة بعضهما بعضا في نزاعات ومناطق كثيرة، في هرمز ستحول الفسحة إلى مخنق، وتصون هذه النقاط الاستراتيجية عادة المعاهدات والأعراف الدولية، وتمر ألوف الناقلات والسفن وحتى البوارج الحربية في حركة عادية طبيعية لا يعيقها حتى الموج في تلك المنطقة الدافئة، إلى أن قررت إيران في مواجهتها للغرب أن تضع أيديها على خناق رهينة. سوف تضع يديها وتشد ما دامت هي غير قادرة على تصدير النفط، فلن يصدره أحد. صحيح أن أمريكا هي التي تفرض عليها العقوبات، لكن هي تريد أن تفرضها على العالم أجمع، والمكان الأنسب هو المضيق. هنا تبدو إيران وزوارقها الصغيرة دولة في مواجهة الولايات المتحدة، تخيف أوروبا وتحتجز سفن بريطانيا التي كانت ذات يوم تحتل العالم أجمع، كما يقول نشيدها الوطني، بما فيه إيران الواقعة على الطريق إلى الهند مثل بلدان كثيرة أخرى ما بين المتوسط والمحيط الهادي. تحول المضيق المفترض أنه مياه دولية محايدة إلى وسيلة تهديد إيرانية، مجرد رهينة أخرى في سلسلة الرهائن العربية، بعيدا عن احترام أي قانون أو عهد أو عرف. حتى الصين وروسيا وقفتا على الحياد وتجنبتا تأييد إيران، لكنها ليست في حاجة إليهما، معها الحرس الثوري. جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الديلي تيليغراف، حيث تتحدث فيها الصور عن أحداث تحمل الطابع السياسي وأخرى ذات طابع اجتماعي. نتابع. ولرسامي الكاريكاتير وجهة نظرهم في قراءة الأحداث واتخاذ المواقف منها، مجموعة من رسوم الكاريكاتير نستعرضها في جولتنا لهذا اليوم.
بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.